رغم الظروف الصعبة. أبت هذه الفتاة إلا أن تدخل الفرح والسرور على قلب ذويها. منة الله تمام، فتاة مصرية نجحت بتفوق في امتحان الثانوية العامة الأردني بمعدل 95.7 ليعم الفرح قلب والدها البائع المتجول على عربة في مدينة المفرق شمال الأردن منذ 27 عاما. منة الله ولدت في مصر ثم انتقلت إلى الأردن بعد ولادتها بعام واحد لتستقر في محافظة المفرق وينطلق لسانها باللهجة الأردنية. أنا منة الله تمام من مصر، أعيش في الأردن في محافظة المفرق، حصلت على معدل 95.7. أنا بنت بائع متجول وبفتخر بوالدي، ما عمري أني حسيت بأي إهانة أو مشاعر سلبية بسبب هذا الإشي. الحمد لله ما كان بيخليني أحتاج إشي وكان دائما واقف بجنبي. كنت أدرس متواصل كل يوم، ما كنت أخذ يوم راحة، كنت بدرس تقريبا 8 إلى 9 ساعات في اليوم. واجهت صعوبات كثير في مرحلة التوجيهي بس الحمد لله قدرت أتغلب عليها. أتمنى أني أدرس بجامعة، أي جامعة بالأردن، أدرس طب، أني أبقى مع أهلي وأقاربي والمحافظة اللي أنا عشت فيها منذ الصغر، وبتمنى أي جهة تساعدني تمنحني هذا الحلم أو السفارة أو أي جهة أخرى. هذا الرجل البسيط والد منه المعروف عند أهل المفرق بطيبته يطمح اليوم لتدريس ابنته الطب في إحدى الجامعات الأردنية. كنت مبسوط قوي وفرحان، انا ما كنت متوقع منك الكلام ده من الاول، بس كنت منتظر برضو النتيجه، خايف احسن يحصل حاجه ولا محتاجه، لكن تيجي تقول لي ايه في مواد ناقصه ايه سؤال كده، اقول لها ان شاء الله ربنا يسهلها. قال لو اتفاجئت بالنتيجه الحمد لله لقيتها ممتاز، ربنا يخليها يا رب ويطرح البركه فيها. كنت موفر لها كل شيء، ما خليتها محتاجه شيء، اقول لها اللي بدك اياه انا اجيبه لك، أقطع عن نفسي الحمد لله. مرات كنت أجيب لهم أي أكل، المهم إيه البنت تدرس. أقول لها أنا أتمنى من منا أنها تخش طب، سواء طب بشري سواء طب أسنان، المهم طب، وهم في الأردن. ليه؟ لأن حبيبها تقعد معاي. أهالي محافظة المفرق يعتبرون والد منا واحدا منهم، فكانوا على الموعد بإقامة حفلا كبيرا بمناسبة نجاح ابنته، فحضرت الفرق الغنائية والزفة الشامية. احنا بنعرف الشخص هذا من سنين، يعني فوق 25 سنة بالمفرق، وما في هذيك الإمكانية اللي وصلوا لهذا المعدل، ما شاء الله، يعني هذا إنجاز كبير طبعا، واحنا أقل واجب إنه نقدم لهم هيك احتفال بسيط ونستضيفهم عندنا بالكافيه. منة الله تتطلع لدراسة الطب في الأردن، وطموحها خدمة المجتمع وتخصيص نصيب كبير للفئات الفقيرة والمحتاجة.